الحراك في ماستريخت أصبح كثيفا للغاية وواسعا للغاية. لقد حصلنا على الكثير من الدفع من مخيمات الطلاب في الولايات المتحدة ومن فرنسا كذلك. فرنسا قريبة منا ونشعر أن حركة طلابية يجب أن تتوسع وتصبح عالمية. علينا أن نرفع أصواتنا وأصوات كل شخص يحاول أن يسلط الضوء حول ما يجري في غزة ويوقف هذه الإبادة في غزة وأن يفك لفك الاستثمار من هذه العلاقات مع هذه الشركات ونرسل إشارة سواء كنا نعيش في بلدان ديمقراطية أو لا. إذا كنا نعيش في بلدان ديمقراطية هذا لا يعني أنها تمثل الشعب وهم عادة يمثلون الشعب والمطالب الشعبية. وما يريد الغرب أن يدعوه دائما دائما يريد الغرب أن يضع نفسه إذا على هذه المنصة العالية على أعلى الهرم فيما يتعلق بالحرية وحق الإنسان. لكن إذا ننظر إلى الوضع القائم حاليا في أوروبا هذا غير صحيح ويعلمون هذا في الجامعات. ولكن ثم يندهشون عندما الطلاب يتخذون مواقف سياسية. لهذا التظاهرات الطلابية والحراك الطلابي مهم وهذا ما أدركناه هنا في مصر.